مكتوب ومشتب على قناة منبر 24، ادعوا لي بالرحمة والمغفرة. لحظات قليلة تفصلون عن جنازة الشيخ. يا رب العالمين الله يرحمه، اغفر لي في هذه الليلة المباركة يا رب. الله يرحم الشيخ أبو النعيم كما تشوفوا أدول. الآن غتخرج جنازة الشيخ أبو النعيم. بالنسبة للناس سوى على مكان تشيع الجنازة، مقبرة الغفران مدينة الدار البيضاء، حضور عائلة ديالو، حضور الناس الله يرحمه والله يغفر ليه في هذه الليلة المباركة يا أرحم الراحمين. واحد هنا واحد هنا، عطيني واحد آخر. الله يرحمه ويغفر لي في هذه الليلة المباركة. نعم أقل سعلك الأخ شمع أنا في الجوطية يوم المطور هذا بالنسبة للإخوان، بالنسبة للإخوان الله يرحمه الله يرحمه في هذا النهار. لحظات حاسمة ولحظات، لحظات اللي غتأكد على الدنيا ما كتسوى والو، لحظات اللي كتسوى الدنيا ما كتسوى والو. نستعينوا بالصلاة إن الله غفور رحيم يا رب العالمين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله يا أرحم الراحمين. الله يرحمه في هذا النهار. الله يرحمه. يعني مشاهدينا الكرام، في أثناء نقل الشيخ أبو النعيم مربي الأجيال كما تلاحظوا المشاهدين الكرام، الآن نقل ديالو إلى مأواه الأخير. يعني فرحان كبير كما تلاحظون مشاهدينا الكرام، يعني دموع حزن من طرف عائلة الفقيه. كما تلاحظوا تحت استنفار أمني كبير. رحم الله الفقيد، وإنا إليه راجعون. استنفار أمني كبير بعد لحظات أمام مصحة انترناسيونال. على المباشر مشاهدينا الكرام، سير سير اخويا، 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 سير سير اخويا،
كما كتلاحظوا مشاهدينا الكرام، استنفار امني كبير هذه اللحظات امام مستشفى الدولي بمدينه الدار البيضاء اللي كيشهد الان نقل جوت. تشاهدونا مشاهدينا الكرام
شوفوا الان وصول جثة ديال المرحوم رحمه الله. كما قشوا عرقالة كبيرة من طرف السلطات المحلية والسلطات رجال الامن وحشومة هادشي اللي داروا وخلونا الشنزورة والسبيطار. شوفوا العائلة ديالو الابناء ديالو يحاولوا
من thank you.
شوف هانتي شوف على المبادرة المشاهدين الكرام حنا كنجيو من صحافي سير اسهل قالوا لكم حلفوا بنادم مش حلفوا الصحافة سير بنادم جاز حنا ما ندوزوش خاصك انا خاص تبيع على كل شيء واش انت كي درتي لها حيد 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 زاوية أخرى غنحاولو نشوفو شوتيت أبو نعيم لأن الزاوية عامرة بالحبيس الناس موصلو جنازة عفوا الناس تحاول تشوف جنازة أبو نعيم كيفاش غنحاولو الناس بعيدة من الأماكن البعيدة حاجة تشيما حتى الظروف المادية والمعنوية جنازة الشيخ أبو النعيم اللي راحت إلى مأواه الأخير
مشاهدينا الكرام وصلنا نهاية هذا الفيديو المباشر، نلقاكم في مباشر جديد إن شاء الله.